خلاص كاس العالم ايام وهيبدأ، وخلينا نبص بصة كده على اغلى نجوم كاس العالم. عارفين طبعا ان واحد من اهم واغلى لعيبة في العالم مش هيكون موجود، هو نجمنا محمد صلاح طبعا بعد فشل منتخبنا الوطني في التأهل. كمان قائمة اغلى 10 لعيبة في كاس العالم ما فيهاش ميسي ورونالدو، في مفاجأة كبيرة جدا طبعا بعد ما سن الاثنين خلاص عدوا ال 35 سنة، ومع التقدم في العمر السعر بيقل بكتير جدا. خلينا نبص على قائمة اغلى 10 لعيبة في المونديال، ويا ترى دول هيبقوا بالفعل نجوم المونديال ولا ارقام على الفاضي. في المركز الاول طبعا كيليان امبابي نجم منتخب فرنسا وحامل لقب كاس العالم، اصغر لاعب يتوج بالبطولة، وكان لعيب مؤثر مع منتخب فرنسا لما كسبوه في 2018. كيليان امبابي داخل كاس العالم وهو قيمته التسويقية 160 مليون يورو، ده طبعا بعد الانخفاض اللي حصل في الفترة اللي فاتت بعد كورونا، الاسعار كلها نزلت، لكن كيليان امبابي صاحب ال 23 سنة هو اللاعب رقم واحد في قائمة اغلى لعيبة كاس العالم. المركز الثاني موجود فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد ومنتخب البرازيل، ابن ال 22 سنة داخل كاس العالم وهو قيمته 140 مليون يورو، ده كان اكتر لعيب في الموسم اللي فات، سعره زاد حوالي 50 مليون يورو مرة واحدة في اخر تحديث اللي عمله موقع ترانسفير ماركت. في المركز الثالث موجود جود بيلينجهام نجم منتخب انجلترا وفريق بروسيا دورتموند الالماني، تخيلوا عنده كام سنة؟ عنده 19 سنة بس، بيلعب اساسي في منتخب انجلترا وفي بروسيا دورتموند، وقيمته التسويقية 90 مليون يورو، ده تالت اغلى لاعب في بطولة كاس العالم. في نفس الفئة السعرية وبنفس السعر موجود هاري كين نجم منتخب انجلترا وكابتن الفريق، صاحب ال 29 عام وهداف توتنهام الانجليزي، بيدخل كاس العالم وهو في المركز الرابع ب 90 مليون يورو، نفس سعر جود بيلينجهام اللي اصغر منه ب 10 سنين كاملين ومعاه في منتخب انجلترا. في المركز الخامس بيدري نجم برشلونه ومنتخب اسبانيا ابن ال 19 سنه، بيدخل بطوله كاس العالم وهو سعره 90 مليون يورو، بيدري طبعا بيلعب اساسي مع برشلونه من وهو عنده 16 سنه، ووصل دلوقتي 19 سنه وبيلعب اساسي في المنتخب وفريق برشلونه، واصبح من اهم اعمده الاثنين قبل بطوله كاس العالم. وفي المركز السادس النجم الانجليزي فيل فودن نجم مانشستر سيتي الانجليزي اللي اصبح واحد من اهم اسلحه بيب جوارديولا في السيتي، ابن ال 22 سنه بيدخل كاس العالم وهو قيمته التسويقيه 90 مليون يورو، كواحد من اغلى اللعيبه اللي في البطوله، واللي لو تفتكروا قبل كام سنه كان هو افضل لاعب في بطوله كاس العالم للشباب، يا ترى هيفضل مكمل على مستوى ده ويكون واحد من افضل لعيبه المونديال ده ولا لا؟ ومن المركز السابع للمركز التاسع كلهم بيتساووا في 85 مليون يورو، اولهم هو برونو فرنانديز نجم مانشستر يونايتد الانجليزي ونجم منتخب البرتغال اللي عنده 28 سنه، بيدخل بطوله كاس العالم وهو في قائمه توب 10 اغلى اللعيبه اللي موجوده ب 85 مليون يورو. كيفن دي بروين ابن ال 31 سنه ونجم مانشستر سيتي ومنتخب بلجيكا، بيدخل بطوله كاس العالم كواحد من اغلى اللعيبه في التوب 10، وهو اكبر لعيب في القائمه بالمناسبه، عنده 31 سنه وقيمته التسويقيه 85 مليون يورو، موجود في القائمه وبالتاكيد هيكون واحد من نجوم المونديال. دوسان فلاهوفيتش اللاعب الصربي مهاجم يوفنتوس الايطالي ابن ال 22 سنه، موجود برضه في قائمه اغلى لعيبه المونديال، قائمه توب 10، موجود في المركز التاسع ب 85 مليون يورو. يا ترى منتخب صربيا هيقدر يظهر بشكل كويس مع النجم ده وجنبه كمان النجم المخضرم متروفيتش في الهجوم، ولا فلاهوفيتش هيخرج بدري في الدور الاول ومش هنلحق نشوفه بيتألق في المونديال. في المركز الاخير في قائمه توب 10 اغلى لعيبه المونديال موجود رودري لاعب وسط مانشستر سيتي ومنتخب اسبانيا ابن ال 26 سنه، موجود بقيمه 80 مليون يورو، كان لاعب رقم 10 في قائمه اغلى لعيبه كاس العالم. دي كانت قائمة أغلى لعيبة المونديال اللي هنشوفهم إن شاء الله في بطولة كاس العالم في قطر. يا ترى النجوم دي توقعوا معايا هيتألقوا في المونديال ولا هيبقوا مجرد لعيبة أسعارها عالية لكن أدائها في الملعب مش هيكون كبير في كاس العالم؟ قولوا لنا في التعليقات رأيكم، واستنونا وحلقة جديدة من حلقات كاس العالم قطر 2022.